الغني عن التعريف، اليوم سوف تثقفون وتستمتعون وتخرجون من المقطع مثقفين وفرحين. ولا ينال عليكم أيها المهندس شغال، أتعرفون ما الذي سوف أقوله؟ شغل الانترو. نعم، مرحبا بكم في مقطع جديد. نعم، والمقطع هو بعنوان 9 معلومات مستحيل ان تصدقها لكنها حقيقيه، معلومات سوف تفجر راسك، سوف تثقفكم وممتعكم، ليس فقط اثقفكم، سوف تستمتعون بطريقه الالقاء والجوده، ليس ك هذا المقطع. المهم، هناك الكثير من الناس أخبروني لماذا تتكلم باللغة العربية، تكلم باللهجة الجزائرية، أتكلم باللغة العربية لأن هناك من لا يفهم اللهجة الجزائرية، لأن هناك من يتابعني من العراق. تحية للعراق، تحية لجميع البلدان العربية. نعم، لا أريد أن أطلع عليكم، يجب أن يكون المقطع قصيرا ولا أمللكم في المقطع. لنبدأ بالمعلومة الأولى والتي سوف تكون فقط إحماء. المعلومة الأولى، هل تعلم أن الإنسان يمشي 16 عاما من حياته؟ 16 عاما من حياته تذهب فقط في المشي. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، هل تعلم أن حيوان الباندا عندما يولد يزن وزنه 113 جرام فقط، وهذا الحجم أصغر من حجم الفأر. المعلومة الثالثة، هل تعلم أن سم الأفعى كوبرا يمكنه أن يقتل 150 إنسانا دفعة واحدة؟ ما هذا؟ يعني لو اجتمع 150 إنسانا في مكان واحد و وفرغ عليهم 100 جرام واحد من السم الذي هو سم الكوبرا لماتوا دفعة واحدة. المهم، المعلومة الرابعة لننطلق، يمكن صناعة 170,100 قلم رصاص من شجرة متوسطة الحجم. لنذهب إلى المعلومة الخامسة، هل تعلم أنه يوم واحد في كوكب الزهرة يساوي 243 يوما في أيام الكرة الأرضية، يعني عام وبعض الأيام. المهم، نذهب إلى المعلومة السادسة، هل تعلم أنه لا ينبغي للضيف المدعو لتناول الطعام في مصر أن يطلب الملح أو يضيف القليل من الملح في طعامه في حالة وجوده على طاولة السفر، لأن ذلك يعتبر إساءة للمضيف. المعلومة السابعة، هل تعلم أن الخيزران يعد النبات الأسرع نموا حول العالم، حيث أنه ينمو 88 سنتيم في اليوم الواحد؟ نسيت المعلومة الثامنة التي هي أن الإنسان لا يمكنه العط أثناء النوم. معلومة بسيطة. المعلومة الأخيرة والتاسعة، هل تعلم أنك إذا نمت 6 ساعات خلال 12 ليلة متتالية، فقد تنام 6 ساعات خلال 12 ليلة متتالية، فهذا يعادل وجود نسبة كحول الدم تصل إلى 0.1%. وإلى هنا
وصلنا إلى ختام الفيديو، شكرا لكم، ولا تنسوا أن تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد، اللهم صل على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تنسوا الاستماع إلى أغنية التعليقات، والسلام عليكم. وعليكم السلام، الكلمات التي تعتبر افضل ختام الكلام، لا تشاهد المقطع بشراتين كتحية الاسلام، لايك واشتراك والا سوف يكون هناك عراك. يا متابعين الاعزاء، الافضل من الماسة المساء، لا تنسوا تفعيل الجرس لان فعل ذلك لن يجعلكم مثل الفرنسي، ولا تلبسوا ولا يأخذ منكم اي فيس، فقط سوف يأكلكم الفيس. I am kidding because this is just the comment song.